بغيت نصوت، بغيت نصوت انا والوالده ديالي. المهم جيت نصوت وصافي شنو نقدر نقول لك، ونتمنى لهم نتمنى لهم ينجحوا ويهزوا البلاد، يحسنوا بينا، يعرف بالحق المحسن. جيت نصوت كل عام، كل عام ما تبدي والو، انا هنا كنصوت اللي ترشح كنتخبو والو، ما تبدي والو، هنا كنصوت، هنا كنتخبو. جيت اولدي باش نصوت، باش نصوتو على الناس اللي تيخدمو لينا البلاد و تيعاونونا و تيعاونو المساكين و الفقراء. علاش انا جيت اولدي نصوت؟ لا كاين تغيير، لا كاين تغيير. يعني سيبا لي هاد الشباب اللي طالع حسن من الناس الاولين ديال الخمسين اللي داز، هاد الناس اللي كاينين دابا سيبا ليا باغين يخدمو، انا ما عاضون الناس اللي مشاو بكري وكنا معاهم في الانتخابات ما داروا لينا والو، لا شيء، لا زراقي باقي هما، لا مدارس باقي هما، لا الجرادي، لا كل شيء باقي هو، ولكن على ما اظن هاد الشباب اللي طالع غيخدم. بالنسبه للعمليه الانتخابيه هذا الصباح هذا تنشوفوا المشاركه، عدد قليل ديال المشاركه، باقي ما كاينش داك المشاركه اللي كنا تنشوفوا السنين الماضيه. جيت باش نأدي الواجب الوطني ديالي هو انني انا ننتخب على المرشح المناسب في المنطقه اللي غادي يمثل المنطقه ديالنا. المشكل اللي تنشوفوا هذا الصباح هو ان اغلبيه الناس اللي جاوا ينتخبوا ما توصفوش بالبطائق الناخب، واكثريه ديال الناس مسنين، الناس كاينين الناس الله يحسن العوان ما خارجش، ما عارفينش بالنسبه للمكاتب اللي غادي يتوجهوا لها باش يصوتوا. هذا مشكل اللي مطروح هذا الصباح هذا في مدرسه الفهريه، ان تنشوفوا غياب السلطه ما كايناش اللي غتوجه للمواطنين والمكاتب ديالهم، وعلى على الاقل نشوف غير شي خليه ديال 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 التواصل اللي تواصل مع المواطنين واللي اللي توجههم المكاتب ديالهم. مع العلم انهم حد الان الاكثريه ديال الناس ما توصلوش ببطائق الناخبين، وهذا مشكل مطروح عندنا في المنطقه. ربما ان هذا المشكل غادي ياثر على غادي يدي واحد العزوف على المشاركه، وتنتمنى من الله ان الامور تدوز بخير وبخير على هذا الصباح هذا، وتكون النتائج والناخبين يختاروا الشخص اللي غادي يمثلهم في المنطقه واللي غادي يدوز بها قدام ان شاء الله. وشكرا. الحمد لله وليدي، من نهار عقلت على راسي وانا نصوت الحمد لله بحال الدنيا، بحال الاول بحال دابا الحمد لله على كل حال وليدي.